أكثر من 150 طالباً في عدن يستعدون لمغادرة قاعات الامتحانات بمدرسة صلاح الدين بحثاً عن مدرسة يتوفر فيها التيار الكهربائي عبر الطاقة الشمسية، هرباً من لهيب الصيف الذي أصابهم. فمدرستهم التي يزيد عمرها على 20 عاماً تنقطع عنها الكهرباء لأكثر من 14 ساعة، وهذا هو الخيار الوحيد لإنقاذ الطلاب والمعلمين من موجات حر قاتلة في المدينة. حرص أولياء الأمور في منطقة صلاح الدين على حب التعليم، وهذه المدرسة الأساس الثانوية ينقصها فقط في مربع صلاح الدين الطاقة الشمسية لا يوجد فيها، ونتمنى من الجهات المسؤولة توفير الطاقة الشمسية مثل أخواتها من المدارس الموجودة في صلاح الدين. والآن نحن ربما نقترح مقترح على المدير وإدارة المدرسة ومدير التربية أن ينقلوا الطلاب من هذه المدرسة يمتحنوا فترة صباحية إلى مدرسة درة صلاح الدين لأن تتواجد فيها طاقة شمسية. غياب الكهرباء فاقم معاناة الطلاب خلال ساعات المذاكرة، بالإضافة إلى انعدام مياه الشرب الباردة وارتفاع درجات الحرارة في الفصول، ليكون هذا العام عاما دراسيا آخر تنعدم فيه أبسط الحقوق الطلابية كما يقول المعلمون وأولياء الأمور. الكهرباء لو يحب ذا أن يكون امتحانات يراعوا وزارة الكهرباء والطاقة الكهربائية أن يكون الكهرباء وقت امتحانات أعطى أكثر فرصة في تكون الكهرباء شقالة وعدم انقطاع يكون ضعيف جدا، حتى الطالب يستطيع أن يراقب ويحصل على درجات عالية. طبعا درجات عالية يستفيد منها في المراحل الثالث ثانوي أنها معدل تراكمي أول وثاني 50 درجة تطلع إلى سنة ثالث، وهذه الدرجات تؤثر أيضا في نتيجة الشهادة العامة ثالث ثانوي. انعدام الكهرباء في المدارس أوجد حالة تذمر بين الطلاب لتأثيره على تحصيلهم العلمي، فيما تستمر نداءات الأهالي مخاطبة الجهات المعنية بضرورة توفير الكهرباء ليتمكن أبنائهم من مراجعة دروسهم وتلقي التعليم في ظروف مناسبة.